يو يوتيوب ايبيزود اخر من الكونسيبت ديال ستريت ارت ريفيو. اه شيت هير وي جو اجين. العيد ديال الروايه اليوم ديب ديستراك بينوكيو. واتس هابينينج جيميني. باغي نقول لي في بالي جاتني عادي انا كيتسنى ويتسرى الباتري وانا كي ديما كنشوش وكان خاطري باش نكذب على الناس ما كيعطينيش خاطري. اوكي ديب هنايا كيقول لك ان لي كونكورون ديالو في راب سين كيتسناو هي عيا وما غيتقادش ليه الباتري ديما كيتيري وي كادري اصف الجبهات. دونك هنا فين كتفهم ان راه ماشي تراك عادي ديستراك غيبقى اوتونتيك عمرو ما غيكذب على عباد الله باش يجر منهم فيوز ولا يشر دي كونترا ولا تويشيات غيست اوتونتيك. انا خي بيني وبينك ديب كيجيني اوتونتيك باقي كما بدا النهار الاول كما ولفناه في اللعيبات ديالو سورتو في لي ديستراك. ديب انا باش كيعجبني في لي ديستراك ديالو صات كلاشات كاين هوب كنتمنى شي بيف مع ديزي دروس غيكون شي لعيبه نكست ليفل غيكون لعيبات اخرين باسكو تا دروس خايف في البيفس متنبي الحر ذلك مبتسما يقولوا لي حنا الراس سير وانا ما كيخلاني لا حكم لا وزير ديما الديب الصراع الابدي ديالو لو فري كومبو دو ريل فايت عنده ماشي مع لي رابور واللعيبات مع النظام الدنيا غير تفهمها تحير حسبني كنت مبوق بالدروغ صحيت عايشي الفيرتوال وبه مقتنعين تتوليت امل بالسحور وتقتالعين ولو حلم الزيكا دير ارقام طالعين وياكلوا معك صحابك اللي فيك طامعين. ديب هنا وقف على واحد لو بوان اللي هاد العشر سنين الاخرى ولينا كنشوفوه في راب سين هي انه لا لي رابور لا البوبليك المعيار ديالهم ديال النجاح ديال شي ارتيست هما لي شيفخ شحال كتضرب في ستريمين في سبوتيفاي شحال عندك ديال الفيوز شحال عندك ديال الفولورز في انستغرام ونساو المعنى الحقيقي ولا الهدف الحقيقي اللي علاش اصلا دار فيه الفن كما كان الفن موسيقى مسرح افلام تويشيات سي با لي فيو سكو شنو هو الامباكت ديالها على لا سوسيتي حيت الفن انا بالنسبه ليا شنو كيبدل ليك في المجتمع هذا هو الفن هذا هو هذه الرساله الاولى ديال الفن كما كان بجميع المجالين ديالو. وبارلون دو هذا الموضوع هذا ديال الفولورز وداك الشيء طاح ديغنييرمون على واحد الكتاب بيك دارا جهاد ما كتعرفش هشام العسري العسري هو هذا كتاب يستحق. ثانك يو سو ماتش هشام على كاع داك الارتس اللي كدير اخي تعيشي الفيرتوال وبه مقتنعين تتولي تامل بالسحور وتقتالعين. هنايا ديب قال لك كتولي كتثق بالسحور وبالعين اخي ديب بيني وبينك قال الرسول عليه الصلاه والسلام السحر حق والعين حق وتولي تثق بهم باسكو سا اكزيست كاين نيت هادشي ديال بصح روابط والو كيجيب القنط في ديسك كدوى على الزنقه وكتربي من بيتك. انا عاوتاني في لو بوان على واحد اللقطه اللي ما غنقولش لك الاغلبيه خي حيت ما كعايشينش مع بنادم ولكن راه لا كازي ماجوريتي كيدوي لك على الزنقه كيدوي لك على الزنقه على بزاف ديال التويشيات الوغ كو هو ما كيخرجش حتى من بيته واحد لا ميتوماني كاينه انا كندير انا كنفعل في الاخر كتلقاه درويش فهمتي الا كان مستهلك. غبرت سمحوا لي راه غير نسيت دابا كنقول غلي في بالي بالسيف فين في الدراري شربوا كوكات سخان سخون اللي في الزنقه غنوراو دو بوان. هنا لا بروميير اتاك لديزي دروس انديريكت جوج كوكات سخان الوغ كو بالنسبه ليه هو اللي سخون هو نورا و دو بوان. ما عندكش باقل باش تدوي نيشان سولك غا مومو علاش تلحس في النظام راه سولك مومو علاش كتلحس في النظام. هاد اللعيبه هادي غيعرفوها الناس اللي تفرجوا في الانترفيو اللي دار ديزي دروس في ايت راديو ملي وقفوا على لو بوان ديال وجرد الله والواليد عجب حال الغلط تصرى واجر بينا القبر ملي وقفوا في هذاك لو بوان. انا بالنسبه ليا ديزي دروس الى تي تري انتيليجون شي باش كيعجبني هذاك السيد حيت ميزا باغ الراب وداك الشيء سي سي ان بيرسوناج سي واحد الكاريزما عنده وحتى في لي انترفيو كيعرف كيفاش ملي كتبغي انت تزيرو كجورناليست كيعرف يخرج راسو انتيليجامون. هنايا لقى ليه الديب التخريجه ديالو هو ابار باش يلوح عليه في ديستراك و which is good. انا اللي كيعجبني في الديب سكو دابا لح ليه الصناره. انا بيرسونيلمون وجهه الراي ديالي دروس ما غايجاوبش لحقاش ديجا راه مو كيخدم على واحد البروجي مع واحد لارتيست وحده اخرى مغربيه و ما كنظنش انا يجاوب. اوكي هذا هو سؤال الحلقه واش ديزي دروس غادي يجاوب خليونا لتحت جواب على هذا السؤال. باقي ما عرفتوش القاعده لا كومونتير لا ابوني لا لايك لا حتى حاجه تفرج دور مياه.
حنا وما الحقيقة عندنا مواقف سبونسور الآفات جوجور الأواخر كنجيب الميساج ديالو كيبقى حقيقي أنا ما كيجبتش لك شي حاجة من محو الخيال محو الخيال ما كي ما عمرو ما غيكذب عليك ولا شي حاجه غيقول لك داكشي اللي عاش ولا اللي عاش شافوه في لونطوراج ديالو راه غيجي يعاودوا لك سينو ما تسناش من عنده غير يربي لك الخيال العلمي كنجي في دقيقه كنحط الوقائع عيطوا لي نجيب الليل انا باتمان رواب هادو ولا غير دنيا باتمان قسم الكتب تا كتنافس بينوكيو مورمان سالي ديرو بيتادينو فاسما ديسكي انا شحال فيهم دلانا يديك كتكتب تقول مركب اله قدامي مصاعب ما عندي تكاله كنربي وانت احسن بدل ديك الحاله سلام العالم داير بوق نبيع الالم سلام العالم داير بوق نبيع الالم كتاب علم الكلام مكتمل فيه الخلل ومن كتامة فين كاين الخلل انا سمعت بحالكم من كتامة من كاين الخلل كتامة معروفة بانها هي الراعي الرسمي ديال ورشوي الله دير شي حركة بلا ما تبقى تما سامر خود سنة الكمالة ما بقاتش في البسالة ما بقاتش في الفصالة خو ما بقاتش في الحسانة هنايا سي سورتو اون اتاك ديريكت سورتو الكليب الاخراني باسكو دروس ما فهمتوش كي داير بزاف ديال الكويت باس وداك الشيء وتبارك الله ديزي راه على خير ودي شي ديك على خير مي متريني تبارك الله ديكو بالنسبه للديب انه راه ما تهشرنيش بهذاك البلان ديال تحلق على الحاله برا زعما سبور واللعيبات ماشي داك الشيء اللي غيتهشر بان واعر خرج من رونتك لا بان واعر ديزي دروس بان واعر بنادم متناقض ما فيش الامان يقدر يبيع كرولات يجيه الثمن هنا بالنسبه للديب انها ديزي دروس عنده ثمن وقول لنا غير البري وراه غادي تشرى بحال شحال من واحد اخي كيعرف يبي العضلات كلام انا من هادشي مالك هذا غير احتمال بعد حتى اهتمام دونك جبد لي داك البلان ديال بان واعر دخل عندي في نطاق الهضره شي حجره وانت وليد تاجي هنا غات ستاجي وبيبليك مقيد كيدو خوه تواشي هنا كيقول لي انك راه غير وليد صغير اجي دوز عندي ستاج وداكشي تشوف الطقوس ديال الراب كي دايرين وهو المضمون على باز ديال الموسيقى بالنسبه للديب وبالنسبه ليا انا بيني وبينك اخي سي الميساج كو تو في سيركولي سينو هو داك الرساله اللي جاي تقول لينا حنايا وي الرساله وغندويو على فيلم الرساله سمعتوها صافي الخبر في راسكم اوبي البوم اخي ما كرهناش شي حاجه بحال استرونوم المركز الضرب كيدور عليا هبال هنايا غادي تكون واحد شويه ديال لا بوليميك هبال ما كتعرفش هبال شكون هو هبال كانوا بزاف ديال الالهه في الجاهليه وكانت منات لات العزة والبيك بوس ديالهم زعما السوبر ستار كان هو هبال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تالمون كان هو سوبر ستار كانوا دايرين ليه صنم كبير وحاطينو وسط من الكعبه وكيبقاو يدورو عليه وداكشي المهم دوك داكشي ديال الجاهليه واللعيبات والتشبيه ديال راسو بهبل ماشي ديك اللقطه ديال انه اله للكفار ولا القريش نو سي بلو بروفون كو سا هذاك الصنم ديال هبل كانت تهرسات ليه يد قلب لا يد وتالمون الى تي فينيري باغ العرب ديك الوقيته باغ قريش سورتو صابوا له يد ديال الذهب هنا كيفاش شفتها انه الديب شبه راسو بهبل ماشي اليها اوطون كاليها بلوس كو ان عنده يد ديال الذهب مع كتابه طمطم اخي كيكتب كيكتب ما عنديش ميزان فهم الخوارزمي حطيت القواعد انا الخوارزمي لا يا ما عندوش ميزان فهم الخوا ريتمي المهم شراوت انا ما هذه ما شديتهاش بودني كنخصم هبط لتحت ونشوف الليريكس ثانك يو سو ماتش الدري اللي حاط الليريكس لتحت ثانك يو سو ماتش ثانك يو سو ماتش كبيت في الكيسان وهاد ماغي كيسني كيضربك الطوله باغي تقيسني ها بروديوسد باي 88 يونغ و كافر مصوبه باغ حاتيم Keep in touch, episode 11. قريباً.